يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده من السادسه. طبعا تحياتي في البدايه لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا وبتبدا معانا حلقه النهارده. ولا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمه. طبعا هي قمه بكل المقاييس، يعني صحيح انه الفوارق بين النادي الاهلي وبين كل الانديه المصريه كبيره جدا، وانه المسافات وبالارقام وبالبطولات وبالانجازات بعيده جدا عن اقرب المنافسين لينا، ولكن تبقى في النهايه هي لقاء القمه باعتبار انه نادي الزمالك هو النادي الاقرب او هو المنافس الرئيسي للنادي الاهلي في البطولات المحليه. فرصه من خمس فرص محتمله، يعني اللقاء ده طبعا في النهايه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في منتهى الاهميه، وبيعتبر بجد بطوله خاصه جدا ومباراه ليها طعم خاص جدا بصرف النظر عن انها بتحسم بطوله او ما بتحسمش، بطوله محليه او بطوله قاريه، لكن في النهايه هي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مباراه مهمه جدا، واحده من خمس مباريات محتمله. يعني ان شاء الله باذن الله المباراه دي هتكون الاولى في مواجهتين او واحده من مواجهتين هتجمع بين الاهلي والزمالك في بطوله الدوري، في مباراه ثانيه محتمله ان شاء الله باذن الله في حال ما تم استكمال بطوله كاس مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك قدروا ان هم يوصلوا لخط النهائي او المباراه النهائيه، هيكون لقاء ثالث محتمل، وعندنا لقاءين ممكن جدا يكونوا واردين في بطوله افريقيا، سواء الاهلي والزمالك وقعوا في نفس المجموعه او سواء اتقابلوا في الادوار الاقصائيه، وبالتالي احتمال كبير جدا الموسم ده يكون في خمس مواجهات بين الاهلي والزمالك. فرصه كبيره جدا لفرقه النادي الاهلي، فرصه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في اولى مواجهاتهم الصعبه في موسم هيكون شاق وهيكون طويل. واظن انه البنك الاهلي واللي بيتابع السادسه وعارف احنا اتكلمنا ازاي ان الموسم ده هيكون صعب جدا، هيكون موسم في منتهى الصعوبة على الرغم من الأداء المبهر والمرضي جدا لجماهير النادي الأهلي اللي قدمته فرقتنا في مباراة الإسماعيلي. أنا قلت لحضراتكم مباراة الإسماعيلي مش مقياس، والموسم ده هيكون مليان بالمطبات الصعبة، واللي يمكن كان أولى المطبات دي ظهر بشكل واضح في البنك الأهلي. ولكن في النهاية إذا كنا بنحسبها بالأرقام الأهلي عمل اللي عليه والعلامة الكاملة لغاية النهاردة، ونتمنى إن شاء الله تسع نقاط تكون هي الحصيلة بعد مباراة الزمالك. مهم جدا انك تعطل الزمالك وهو المنافس الاقرب بالنسبة لك في بداية الموسم، ومهم جدا انك انت تحافظ على العلامة الكاملة في المباراة اللي جاية. على مدار النهاردة وبكرة هنتابع مع حضراتكم تحضير واستعداد النادي الاهلي للقاء المهم جدا.